الله الرحمن الرحيم. بإذن الله اليوم راح أتكلم عن الشابتر السادس من مبادئ التغذية العلاجية اللي تكلمني عن Nutrition, Care Process and Intervention. طيب قبل ما أخذ أو أدخل بأي موضوع لازم أعرف وش الديفينيشن حق Nutrition, Care Process والموديل اللي هو هذا. طيب وش هو Nutrition, Care Process؟ هو A Systemic Problem Solving Method. هو نمط أو نهج أنا أتبعه على أساس أحل المشاكل بطريقة نظامية. إنزين هالمثل إيش تعلق اللي تعلق له بالفود والنيوتريشن؟ فالبروفيشنالز الأخصائيين يستخدمون هالنيوتريشن كير بروسيس في إن هم يفكرون يفكرون بالخطة العلاجية. يعني أنا في عندي خطة حق اللي هو فرضا في عنده دايابيتس. طيب فرضا هو عنده دايابيتس وعنده فرضا مرض ثاني، فهو أنا هالكريتيكال ثينكينج راح أفكر بنظام غذائي آخر بحيث أن هو يقي من الدايابيتس والمرض الثاني. And make decisions that address practice-related problems. اللي توا قايلته. طيب. يقول لي هم تعرف ثاني هو a standardized model intended إنه هو يعني أو شو اسمه استخدامه في guide registered dietitians إن اللي شو اسمه الأخصائيين التغذية الأخصائيين الغذائيين الجدد. And registered dietetic techniques technicians يعني الأخصائيين الغذائيين والتقنيين اللي هما شغلهم إنه مو بس يتركز على شو اسمه إن أنا أسوي له علاج وإن أدعمه غذائياً. إنزين هو أنا أدري إنه هو شو اسمه أدعمه غذائياً، لكن أنا في هنا في التكنيشنز أنا راح أستعمل تقنيات كثيرة. يعني فرضا nutrition support تعتبر من technicians. طيب هالشيئين شو راح يسألوني في ان انا اعطي high quality nutrition care، ان انا اعطي خدمة او خدمة خدمة طبية بدقة عالية. طيب شلون انا راح احقق هالمعادلة بان انا اتبع هذا الموديل؟ بعدين راح يجي كله، يعني ما راح افصفص فيه شو واجد. طيب نجي حق nutrition الكير بروسس من ناحية الأكتيفيتيز. طيب يقول لي إن الأكتيفيتيز تم تطويرها developed by the Academy of Nutrition and Dietetics الأكاديمية حقت التغذية بلس الأخصائيين، يعني حق الفعل والاسم. يقول لي ان هو شو تساعدني في ان انا اطور الكونسستنسي اند كواليتي اوف individualized patient or client care. يعني هي تساعد في ان انا اطور الدائره حقت المريض. يعني قبل لما اجي حق قبل كان في البدايه في شو اسمه ان اصلا ما في اللي هو يدخل على المريض اكثر من شخص، فانه هو بس الطبيب وخلاص هو اللي يدخل عنده ويعالجه ويطلع. بس مع التطور صار في نيرسينج، الحين صار في نيرسينج والجسمان والمتخصصين والدكتور، يعني انه توسع الجسم الطاقم. انزل and the quality of individualized patient or client care. الان لما اطور الدائرة راح تتطور لي او راح تصير الخدمة اللي انا اعطيها حق المريض عالية اللي هو تكلمت عنه. طيب هنا هذه شو راح احققها بان انا ازيد شو اسمه consistency، وهم انا راح اطور للpredictability of the patient or client outcomes. يعني ان انا راح تصير عندي قدرة اكثر في ان انا اسوي دايغنوز اسرع، اللي هو مش اسرع اكثر كثر ما انه ادق. طيب
I provide structure and terminology for research studies and data collection. يعني أنا راح صار في عندي إن أنا أعرف structures اللي هي الأعضاء ب terminology. يعني أنا في عندي فرضا لما أقول لما أقول spine زين فأنا عن العمود الفقري. طيب لما أقول cardiac عن القلب فهذا المعنى إن أنا أخذت structure وربطته terminology. فالنتيجة صارت إن أنا صار في عندي أسهل إن أنا أدور عن معلومات بالترمينولوجي حقها وفي الأبحاث ساعدتهم أكثر. وآخر شيء يقول لي إن هي ساعدت في إن هي تعطي standardized language, عطتهم لغة موحدة. يعني تسمع يعني كل الأطباء في المستشفى يفهمون على بعض, سواء كان سعودي كان من أي جنسية فهم راح يفهموا بعض. ليش؟ لأن في عندي هنا قلت الترمينولوجي والمصطلحات باختصار المصطلحات الطبية تخليهم يفهمون على بعض. طيب شلون راح تتم عملية العناية الغذائية؟ تمر لي بأربعة مراحل أو أربعة items which is known as ADAM: A assessment, D diagnose, I intervention, M monitor or evaluation. إنزين فيقول الassessment اللي هي التقييم, فأنا راح أجمع أو راح أعرف الhealth status, يعني راح أعرف حالته الصحية, هل هو malnutrition, في عنده malnutrition أو عنده optimal nutrition وكذي. طيب عند الدايغنوز أنا عرفت إنه مالنيوتريشن, جمعت المعلومات. زين أنا ما أقدر أقول مالنيوتريشن وسكت, ذا مصطلح عام, فأنا في عندي اضطراب في تغذيته راح أجي بعدين في الدايغنوز أجمع المعلومات, أسوي كولكشن أو انتربرت للداتا, فراح أجمع معلومات بالأعراض اللي تجيله واللابريتي تيست وهالأشياء وكل شيء اللي يحتاج على أساس أن أنا أطلع المرض اللي فيه. فرضا هو under nutrition أو في عند malnutrition وأقول في بوليميا فرضا. طيب ثالثا intervention, طبيعي أنا قلت في عندي شخص في عنده بوليميا ما راح أتركه يعني, فراح أسوي intervention راح أعالجه. intervention يكون treatment يعني, فراح أسوي developed a plan of action. أنا راح أعطي أو راح أطور خطة أساس أعالج هالشيء. طيب آخر شيء أنا عالجته صح, مو مجرد إن أنا شفت إنه هو تحسن لمدة شهر يعني خلاص أول شهر شفته قلت له يلا مع السلامة, لا, فإن المونتيرينج إن أنا أسوي له فولو أو بشكل دوري. طيب نجي حق النقطة الثانية لو هي nutrition intervention. شنو nutrition prescription اللي هي الرشدة الوصفة العلاجية الوصفة زين, فهي تتكون من the states individualized plan for best meeting nutrition needs. يعني هي شنو مهمتها, ان هي راح اخذ الحالة الوصفة راح تساعده في ان هو ياخذ احتياجه من الاكل بس, علاقة سبب ونتيجة. يعني انت في عندك هالحالة انا عطيتك علاج, فهالعلاج ادى الى انك تتشفى من هالمرض او من هالعلة. طيب عندي ثاني شيء, عندي الـ drive nutrition intervention of a frame constant contest within which intervention is implanted. إن أنا لازم أوصل المريض للحالة اللي هو لازم يكون فيها عن طريق اتباع يعني اتبع الخطة بالضبط. يعني مو أنا كتبت له 3 وجبات أساسية وجبتين سناك زين وبقي يلا, أنا ما كتبت الوجبتين,
إن هو لازم يتبعها بشكل صحيح يعني عشان إن هي تساعده. طيب يقول لي هنا إن الوصفة العلاجية إنزين أو الوصفة based on evidence based diet dietetics practice، إن الوصفة العلاجية أنا أعطيك إياها بناء على شو اسمه أساس المرض عندك، يعني أساس المرض عندك فيتامين دي، فأنا أعطيك شو اسمه بيل حق فيتامين دي فرضا. زين هنا يقول لي إن في أساسيات أو مبادئ standards معايير أنا أتبعها على أساس أسوي هالوصفة. طيب السر مركز على هالدكتور فراح أعديها يعني بس قراءة. زين يقول لي هنا في عندي، يقول لي هنا evidence based dietetics practice، هالأشياء زين هالعوامل هي اللي راح تأثر لي في هالشيء. فعندي لما يصير عنده insufficient food intake يعني هو ما جالس يأكل أقل من احتياجه، راح يصير السبب يعني يصير في unacceptable food، يعني يصير في عنده نوع من الأكل في intolerance اللي هو يصير اللي هو ما يتقبل هالأكل. طيب appreciate diet orders، يعني أنا لما أقول شخص خذ له برجر غير لما أقول يعني برجر بيت زين شاوي وعارف هو وش حط فيه، غير لما أخذه من محل شو اسمه أو مطعم ويصير الدهن يعني حيل واضح. طيب ألف مني schedules إذا يصير في مرض زين، بس في يعني فرضا هو في عند سيليك ديزيز أو لأن سيليك ديزيز وفي عنده حساسية من شيء ثاني بعد، فعندي الناس سيليك فإنه هو عادي يقدر يأكل أكل معين يعني، ففوق إنه في عنده ناس سيليك ديزيز هو عنده حساسية من البينتس للفول السوداني، فأنا راح أعطيه دايت زين على إنه هو ما يسبب له ضرر، فراح أعطيه فري جلوتين أو شيء ما في فول سوداني يعني الفول الحمص وهالأشياء. طيب عندي البين، يعني مدى قدرة الشخص على تحمل الألم، يعني أنا عندي من 1 إلى 10 هو يقدر يتحمل إلى 7%. أنزل عندي الفير والإنزايري اللي هو أحيانا القلق وهو سبب الشسمة، لأن في عندي فرض القولون إنزين هو أصلا سبب يعني في من الأشياء اللي تساعد عساس إنه هو يصير للمريض اللي هو الستريس. طيب عندي الميديكال تيستينج إنه واضحة أعتقد، يعني الميديكيشنز أنا راح أوصف ميديكيشنز على حسب الميديكال تيست. في عندي بيسايد شو اسمه بسبب النيوتريشن بريسكريبشن عندي الهاوس أو الريجولار دايت، يعني إذا أنا أخذت شو اسمه إذا أنا أخذت علاج وخلاص، هل هو أنا راح أصير بصحة جيدة للغاية اللي أنا ساعدني في إن أنا ليف لونجر؟ لا، فأنا لازم أغير حتى طريقة أكلي يعني الباترن حقي أحوله إلى هيلثي باترن. طيب فراح أغير الكالوريز ليفل، يعني بدال ما أنا أستهلك شو اسمه بدال ما أستهلك في شو اسمه في الرز دهن واجد، يا قليله يا واحد. زين الكونسيستنسي إذا أنا لما يكون في عندي شو اسمه فرضا أنا الشخص في عنده دايبيتس، فهو يبتعد عن الدائرة اللي أو إن هو يقدر يحاول إنه يمنع نفسه من هالدائرة. طيب ثالث شيء عندي الـ preparation، هنا الـ calories level
ولا preparation، يعني يا يعني أنا أقلل عدد مستوى السعرات، يا يعني أنا أسويها بطريقة أخرى، يعني أنا أقلل نسبة الزيت اللي أنا أحطها في البرجر وأنا أطبخه، وأقدر إن أنا أسويه مشوي. طيب إنزين، بعدها عندي السنجل نيوتريانت مانيبوليشن اللي هي معالجة المادة الغذائية. يعني لو فرضا أنا في عندي شخص ما يقدر يأكل منتجات الجلوتين، فأنا راح أدور على منتج يعطي نفس الوظيفة ولكن ما في جلوتين. هذه هي المعالجة، أنا ألعب في المكونات. طيب الفود ريستراكشن، لو فرضا أنا أكل الأشياء، يعني فرضا أنا عندي أحب الموالح، فهل أنا أكل بنسبة قليلة، بنسبة معتدلة، ولا بنسبة كثيرة؟ هذا المعنى أنا the frequency of consuming that food. addition of supplements، بالإضافة للنقاط يتكلم لي بعد عن supplements، يعني باخذ المكمل الغذائي عن طريق الأكل الحبوب. طيب والنبع والساز والفريكونسي of meals هم يأثر، النمبر اللي هي كم وجبة أساسية وكم سناك، السايز أن كم الكمية اللي أنا أحطها، فأعرف أنا ماي بليت عندنا تقسيمة لأن أنا أحط ربع شو اسمه لحم أو أي شو اسمه أي لحوم وسلطة والباقي رز، فهاد نسبة أوكي، يعني أنا أوكي عادي، بس اللي أستهلك واجد يعني مو صحية. والفريكونسي اوف ميلز، يعني انا فرضا اخذ سمك 3 أيام بالاسبوع، شخص ياخذ سمك الوجبات، يعني زين ان الاشياء اللي داخل الوجبات، فانا لازم انوع، يعني انا مو كله سمك 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 سمك، انا ميل احط فيها دجاج، شيء احط فيه لحم، شيء احط فيه سمك، تجري زين. بعدين عندي الموديفيكيشن اوف ميلز اند سناكس، شلون انا راح اعدلها؟ اول شيء راح اعتمد على التكستشر والكونسستنسي مودريشن فور ديسفاجيا والاذر كونديشنز. طيب يقول لي ان اذا الاكل صلب او شو اسمه او مهروس او تشابت، كل هالانواع راح تساعدني في الناحية تخلي ان جسمي يهضم الأشياء بشكل سليم، أو يسبب لي ديسفاجيا اللي هو صعوبة في البلع، فأشرح شلون راح يصير في عندي بريفنشن. راح أستخدم السوفت دايت أو الكلير أو الفول دايت، يعني أقول لي إنه كمان استهلاكي للسوائل وللأكل، يعني للفود والشسمة والفلويدز، هذا هو اللي جالس أتكلم عنهم في جدول بعدين راح أمر عليه. طيب بعدين أقول لي الكونسيدر للأسمولاريتي اللي هي مدى انتشار الماء في جسمي، وعندي الهايبر أسمولار ليكويد may not be tolerated، لما أخذ بنسبة كثيرة ماء، يعني أنا المفترض أشرب 2 لتر، أنا شرب 3 لتر، فأنا ممكن أنا ما أتحمله. طيب أثنتهم قلتهم. آخر شيء اللي preparation for a specific medical test، طيب لما أنا فرضا إن أنا بسوي تحاليل على أساس بسوي عملية، فلازم أكون صايمة من آخر الليل إلى إن أخذ التحاليل، بعدها خلاص، وأعتقد إن هو ياخذ التحاليل وأنا خلاص يشوف الأشعة، وإذا هو كان ماخذ زي يشوف نسب المواد والمعادن وهالأشياء بعدين على طول، يعني من بعد ال يعني من الساعة 12 فرضا للساعة 1 لما أصحى أبدأ أكل عادي. يعني طيب هنا نوعين الدايت مروا عليهم، لكن اللي أنا شفته اللي شفت جابوه اللي هو الفود أكتيفيتي، يعني ما شفت ركزوا على ذلك يعني. بس زين أنا لما يكون عندي الانترفنشن ان انا اسوي انكريز للنيوتريانت ديستنسي،
فأنا لازم أساس أزيد الطاقة، لازم أزيد مكونين، أول واحد اللي هو الإنرجي الطاقة والبروتين. شو راح أزيد الطاقة؟ إذا أنا أضيف باتر أو سمن نباتي على الكوكتيريال اللي هي مثلا في الذرة أقدر أضيفها جسمه، والسوبس الشوربة والخضار والساس رولز. الساس رولز عندي لها بعدين، يا هي البادية إنزين اللي هو يصير إنه غائر عميق إنزين، أو إنه يكون شيء حافظ للحرارة. وأضيف جام اللي هو مربى أو جيلي أور هاني تو توست أو أذر أور أذر بيت أند كراكس. طيب إذا أنا أضيف مربى أو جسمه أو جيلي، أو أضيف عسل على جسمه البريد والأشياء اللي تقرمش الأخرى. Use whole milk or cream with soaps, sasserolles, creamed vegetables or shakes and smooths. يعني إذا أنا أضيف صوص حامض إنزين، أو زبادي على الشوربة، أو أضيف الساسرولز أو الكريم فيجيتابلز فرضا صوص الأفوكادو، والشيكس اللي هو يصير لي بيفرجز أو فروت ويا شسمه ويا حليب، ففرضا الميلك شيك وهالأشياء زين تعتبر. والسموز اللي هي اللي يصير لي منكه وثلج بس. آخر شيء يقول لي أت نات باترز اللي هي فرضا نوتيلا، البينت باتر اللي هي تحتوي على مكسرات، او كريم تشيز تو رو فيجيتابلز البريد او الكراكس. يعني انا اضيف التشيز فرضا على البريد، والنات هم اضيف على البريد. اوكي نجي حق البروتين. انا راح اضيف المكونات او المنتجات الحليب الديري برودكتس زين للأشياء اللي أكلها، فيعني أضيف added powdered بودرة حليب بودرة لأي منكه. يعني فرضا بسوي شاي حليب فراح أستخدم حليب بودرة زي كذا، أو في السوبس أو في الساسرولز. فيقول لي added liquid egg substitutes to shakes soaps vegetables أو ساسرولز. يعني أنا راح أضيف اللي هي فرضا صفار البيضة أو بس بياض البيضة راح أضيفها لخلي فرضا في الكيك زين، وفي أو أنا أضيف السوب لدايت حقي والفيجيتابلز والساسرولز. وإذا قدرت إن أنا أدخل الناتس أو النات باترز فهو كويس، أو الشوبت ميت أقطعها قطع صغيرة، والكوكد إكس والتشيز، أو أضيف اليوغرت الروبا للأشياء اللي مستوية. إنزين آخر شيء أضيف التوفو أو الصويا كرامبس to any prepared vegetables soup or casserole. Here setting إن أنا أقدم الخدمة في nutrition education بشكل حل حيل حيل أشدها فيها. طيب يقول لي هذا النيوتريشن كونسلتينج اللي هو دعنا أسوي، فهي تعتبر لي سبورتيف بروسيس الزين، أن أنا العملية تكون individualized action plan. الجول سيتنج تجيني بعد ما أسوي individualized action plans. يعني أنا لما أسوي خطة أنا في عندي هدف، إذا فرضاً هالشخص لازم إن هو في خطر إن هو يصير في عنده هايبرغليسيميا فرضاً بشكل متكرر، فأنا راح أحاول أقللها إلى مرة مرتين ثلاث كذي. إنزين راح أسوي بعدها يقول لي إذا في عندي ultimate goal for the patient the client to take الهدف الأساسي إنزين اللي أنا أبيه حق المريض إنه هو يأخذ
ياخذ مسؤولية قراراته. يعني هو قرر انه هو يكون مدمن شو اسمه، او انه يكون انه هو حيل يحب الشوكليت ياكلها بكثرة، فهو لازم يتحمل قراره. بعدها تطورت صارت لا دايبيتس، فانت لا تتحمل المسؤولية. شلون انا راح اذا شو الخط وش سبورتيف سبورت؟ المفروض انها هي عملية تدعم يا بالسلب يا بالايجاب، individualized، ان يكون كل مريض له جدول الخاص. طيب والسلف كير ان يكون انه ممكن العلاج عليه زين، يعني الطبيب ممكن هو يعطي 40% 50%، بس 60% الباقي هو على إرادة الشخص، وإذا هو هل يبي يتغير أو لا. طيب وش الصفات اللي هي المفروض تكون موجودة في المستشار؟ شخص لو بس يشيره عشان إن أنا أوصل إلى البوزيتيف ريليشنشيب، أن يكون في ثقة بين المريض والش اسمه المريض والطبيب، فهو شيء بيهيف ناتشرالي. فانه هو يكون في عنده اللي يصرف على طبيعته، انه ما يحتاج انه يكون حيل سيريس ولا يكون لي حيل جسمه اموشنال، فانه هو يمشي على سجيته. يعني انت شخص تحب الجدية اوكي، انت تحب المزح امزح، انه ما تتقمص شخصية غير شخصيتك. طيب بعد يقول لي have essence of a humor، ان انا اساعده في ان اخوه ما ياخذ الموضوع حيل سيريس. يعني فرضا هو في عنده هالمشكلة، فهو جالس يلوم نفسه، انا كله بسببي، كل انا لاني سويت كذي كذي كذي، فانا احاول انا اخفف عليه. يقول لي be flexible، ان انا ما عندي توقع، يعني شو اسمه كذا مسطرة، انا متوقع هالشيء راح يأدل هالشيء، انا بهالشيء راح يصير هالشيء، لا لا عادي، احيانا اقدر اغير شيء من الاشياء اللي انا ما أبى أتكلم. أستخدم لغة الجسد، أنا مو كأني شو اسمه يعني ما دخل يدي بجيبي، ولا شو اسمه أظل مثبتاتها كأني جماد. أوكي أقدر ناس أستخدمها على أساس إذا في بعض العلامات تبين إن أنا أوكي فهم الموضوع جالسة أتعمق فيه، مو أنا جالسة أهبد. طيب قبل الأخيرة اللي هي listen with an open mind and spirit of inclusivity، يعني أنا لما الشخص يجي فرضاً إدمان مخدرات، إنما أكون حيل شو اسمه يعني هو خلاص عارف غلطه وجاي، زين ما أنا أصير الزمن عليه، فلا مستحيل فيها. listen with an open mind and spirit of inclusion، يعني يقول إن أنا be sure that responses and non-variable language are not judgmental. يعني هو في شيء بسبب غلط غلطة أكون إن شو اسمه أنا ما أكون إن حيل متجهمة عليه، أكون هجومية ما أكون هجومية، أنا خلاص أوكي أدري إن هو أدري إنك غلط وبلا بلا بلا، بس ما راح أعاملك بطريقة سيئة لأنك والله بس غلطي. طيب أخير and trust others، يعني أنا إذا أنا المريض شو اسمه جاء وسوى سألت أو سألت عن الأشياء الروتينية، إذا يكون في ترست بيني وبينه، إذا لا هو يغش ولا أنا أغش، يعني إذا ما يصح إن أنا جالسة أعالج شخص وإن هو ما فأنا كل مشكلة إن أنا غير الانفايرمنت على أساس إن أنا أطور أو أنوع في الفوتوسيس حقتي، ألا وهي أو يكون في عندي مشاكل في الكوبرتي لما يستخدمونها. إذا أنا لازم confirm the accuracy of a patient's statement by asking a question or promoting the client to continue talking، يعني أنا شكيت طيب يقول لي هنا nutrition consulting اللي هو انا اسوي استشارة، فهي تعتبر لي supportive process، انزين ان انا العملية تكون لي مدعمة، انزين
اوكي كولابريتيف اللي هي انا اسوي ديلينج وذ بتوين البيشنت والكير جيفر والجول سيتنج اند انديفيدجوالايز اكشن بلان. الجول سيتنج تجيني بعد ما اسوي انديفيدجوالايز اكشن بلانز، يعني انا لما اسوي خطه انا في عندي هدف، انا فرضا هالشخص لازم ان هو في خطر ان هو يصير في عنده هايبر غليسيميا فرضا بشكل متكرر، فانا راح احاول اقللها الى مره مرتين ثلاث كذي. الهدف الاساسي زين اللي انا ابي حق المريض انه هو ياخذ مسؤوليه قراراته، يعني هو قرر انه هو يكون مدمن شو اسمه او انه يكون انه هو حيل يحب الشوكليت ياكلها بكثره، فهو لازم يتحمل قراره. فرضا جاله صار اوفر ويت، بعدها تطورت صارت لا دايبيتس، فانت لازم تتحمل المسؤوليه. زين شلون انا راح اذا شو الخطوات على اساس ان انا اسوي نيوتريشن كونسلتيشن؟ اول شيء سبورتيف، المفروض انها سبورتيف بروسس، انزين انها عمليه تدعم يا بالسلب يا بالايجاب. انزين كولابريتيف ريليشن شيب، اذا يكون في علاقه ثقه انزين بين الكير جيفر والبيشنت. الانديفيدجوالايزد ان يكون كل مريض لا جدول الخاص. طيب والسلف كير انه يكون انه ممكن العلاج عليه زين، يعني الطبيب ممكن هو يعطي 40% 50% بس 60% الباقي هو على ارادة الشخص وهو هل يبي يتغير او لا. طيب وش الصفات اللي هي المفروض تكون موجودة في المستشار؟ شخص لا بس شيرة عشان صدق أنا أوصل إلى البوزيتيف ريليشنشيب، أن يكون في ثقة بين المريض والش اسمه المريض والطبيب. فهو شيء بيهيف ناتشرالي، فأنه هو يمشي على تجديته، يعني أنت شخص تحب الجدية أوكي، تحب المزح امزح، انه ما تتقمص شخصية غير شخصيتك. طيب بعد يقول لي have essence of a humor، ان انا اساعده ان اخوه ما ياخذ الموضوع حيل سيريس، يعني فرضا هو في عنده هالمشكلة فهو جالس يلوم نفسه. انا سأل كله بسبب هي الموست باختصار راح اعطي رعاية احاول ان اخفف عليه. يقول لي be flexible، يعني ان انا ما عندي توقع، يعني شو اسمه كأنه مسطرة، أنا بتوقع هالشيء راح يأدي لهالشيء، أنا بهالشيء راح يصير هالشيء، لا عادي أحيانا أقدر أغير شيء من الأشياء اللي أنا أقولها على حسب وجهة نظر المريض، يعني ما بجبر أنا. طيب رابع شيء يقول لي encourage client to talk، أنا ما أصير شو اسمه ما أصير حل أنا ما خليه يتكلم، انا اتكلم اقول له خلاص انت فيك هالشيء يلا مع السلامه، لا انا احاول اخذ واعطي او اخذ معلومات قد ما اقدر. طيب بعدين عندي البنتين الابريشيت اي كونتاكت، انا لما اجي اتكلم لازم اطالع بعين المريض على اساس اعطي انطباع ان انا واثقه من كلامي، انا ادري وش اقول ما راح اضيعك. يعني خامس او سادس شيء اللي هو develop attentive body language، ان انا ما ابى ايش اسمع انا وانا اتكلم استخدم لغة الجسد، يعني ما ادخل يدي بجيبي ولا ايش اسمع اظل مثبتاتها كأن الجماد. اوكي اقدر انا استخدمها على اساس اذا في بعض العلامات تبين ان انا اوكي فاهم الموضوع جالسة اتعمق فيه ولا جالسة اهبد. طيب listen with an open mind and spirit of inquiry، يعني يقول ان انا be sure that responses and non variable language are not judgmental، يعني هو في شيء بسبب غلط غلطة ما اكون ان شو اسمه انا ما اكون هجومية، ما اكون هجومية انا خلاص اوكي ادري ان هو ادري انك غلط وبلا بلا بلا بس ما راح اعاملك بطريقة سيئة لانك والله بس غلطي. طيب اخر نقطه يصير في ريسبكت، ريسبكت وانا اعطي قيمه فاليو
care and trust others. يعني أنا أن أنا المريض شو اسمه جاء وسويت سألت أو كذي سألت عن الأشياء الروتينية أن يكون في ترست بيني وبينه أن لا هو يغش ولا أنا أغش. يعني أنا ما يصح أن أنا جالس أعالج شخص وأنه هو فرض أنا مانعته من السكريات بشكل مفرط يجيني يكذب عليه. إذا كذب عليه يعني بلا مني إذا أنا ما كنت سلسة وياه. طيب الحين قول الأشياء اللي تأثر لي في الجسم في مهاراتي. أول شيء أول مهارة عندي ألا وهي للكلاريفاينج أو البروبين إذا أنا لازم confirm the accuracy of a patient's statement by asking a question or promoting the client to continue talking. يعني أنا شكيت أنا في من البداية أن فيها شيء بس أنا ما راح أكتفي بضع جمل يعني وأقول أن فيك هالشيء لا خلاص راح أمشي وياه لين أنا أوصل لطرف الخيط أوصل أن أنا خلاص واثق أن فيك هالشيء زين. والجمل اللي مستخدمة على أساس أن أنا أسوي هالشيء can you explain further أنا أعطي details واجد tell me more about نفس الشيء. بعدين عندي البارافريزنج أو السمرايزيشن يعني لما يجي يتكلم يعني أنا سألته قلت له وش الأعراض اللي أنت تشوفها بعد ما يقول الأعراض أقول له أوكي بما أنك قلت كذا وكذا 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 it refers to أنا الحالة اللي أنا متوقعتها فيك هالشيء. طيب والجملة المستخدمة فيها اللي هي let me summarize what I think you just said. طيب بعدين عندي responding with empathy إذا لما يسولف أو نجاس يقول إن الجازي حق مرضه أو حالته طيب إذا ما أصير جامدة وكذا مو مهتمة راح يصير إن في إنه خلاص ما راح أتكلم. فأنا قايلة في البداية إنه لازم أسوي encouraging على أساس المريض يتكلم مر فأنا راح أتفاعل وياه. والكلمات المستخدمة فيها أول جمل it sounds like it seems like. آخر شيء اللي هو conferring respect أن أنا مهما كان الشخص مهما كانت الحالة لازم أن أنا أحترم الطرف الآخر. إذا مو بس أن أنا دكتور يلا بجي بطندز ما أدري إيش بسوي لا ما يصح. فإن الجمل المستخدمة فإن أنا في هالشيء I am impressed with you how you have done a great job of. يعني لما يقول إنسان فمهما كانت بايخة بس هو مستأنس على الإنجاز فأنا أقول إنه you have done a good job. وإذا كان قايل شيء محرج فأقول I am impressed with you how you. طيب طبعا في تكملة. طيب عندي theoretical framework for nutrition consultation في عندي نظريات أستخدمها على أساس أحدد الطريقة اللي أنا راح أسوي فيها الانترفنشن أو مدى تحمل الشخص. طيب فأول شيء في عندي guides information needed at different time in behavioral change process. أنا في عندي أنا أخذ كم information مو كم information والinformation اللي أنا أحتاجها عساس إذا كانت رحلة علاجة أو إن أنا لما أجي أسوي intervention تمر المراحل أنا عارفة وش الشيء اللي هو راح يمر فيه لما أنتقل المرحلة الثانية. طيب ثاني شيء identifies best tools and strategies to use. يعني أنا ما راح أعامل كل مرضى بنفس الشيء. فرضا الشخص اللي فيه مرض نفسي أو فرضا فيه عنده قلق اكتئاب راح أعامله بطريقة غير والشخص اللي هو طبيعي بس فيه malnutrition وهو مو متأثر زين يعني ما في أنا متأثر بشكل سلبي فلا تعامل غير كل شخص يتعامل غير. طيب آخر شيء uses outcomes measures to determine effectiveness. إن أنا لازم أسوي follow up وأشوف الأثروبامتري حقته والضغط والسكر وهالأشياء على أساس أشوف مدى تأثير الخطة عليه. طيب فأخبر عندهم حددوا 4 theories راح يتبعونها في الاستشارة والتعليم. عدوا شيء كوجنيتيف بيهيفيرال أن
لا في علاقة سبب ونتيجة بين البيهيفير والكوجنيتيف، يعني هو صار له موقف فصارت عنده ردة فعل من هالشيء. فهنا بتعلقت لي بالأشياء اللي هي أثرها الحس علي أكثر من جسمي. ففرض أنا مسوي حادث، طيب ما تأثرت بشكل كبير بس صارت عندي ردة فعل تجاه السواقة، فصارت عندي علاقة سبب ونتيجة، أنا لسكت راح يصير لي حادث، فهالشي راح يستدعي لي إن أنا أركز على إن أنا أغير هالفكرة. إذا صارت حيل حيل خطيرة راح أودي دكتور نفسي على أساس إنه هو يعالج هالمشكلة، فأنا راح أحول فكرتها السلبية إذا كنت thinking about the behavior زين تجاه السواقة من سلبي إلى إيجابي. إذا أنا ما أحط ببالي إذا بسوق السيارة بسقع، خلاص أحط ببالي إذا أنا راح أسوق فراح أقضي أمور أسهل فرضا. زين ثاني شيء اللي هو الهيلث بليف مودل، نرجع على نفس الحادث لكن صار في عندي إعاقة دائمة. فرضا صرت صار المريض من ذوي الاحتياجات الخاصة، فهو راح يتأثر نفسيا وراح يتغير، راح تغير شخصيته توتالي. إنزين فأنا راح أبدأ بأن أنا راح أعرف على الريسك فاكتورز اللي راح تصير إذا هو استمر بهالفعل، وراح أشوف الإيجابي أو راح أوري السلبيات والإيجابيات بالمنظوري لحالته. طيب رابع ثالث شيء اللي هو السوشيال ليرنينج ثيرابي ثيوري. إنزين هذه الحالات المتعلقة لي بالسبيتش بالتكلم. فأبسط شيء اللي هو الرهاب الاجتماعي. وش هو الرهاب الاجتماعي؟ إن أنا ما أقدر أتكلم يعني ما أقدر أتكلم بثقة تامة قدام مجموعة من الناس، وهذه أقدر أقول للشخص عادي هذه حالة طبيعية، إن في البداية راح تحس بهالشيء وراح أقول له فلان وفلان وفلان هما كانوا أشخاص عاديين ممكن كان عندهم هالحالة أو في عندهم هالحالة، بس الحين شوفوا وين وصلوا، صاروا سوبر ستار، صاروا ناجحين، صاروا ياخذون جوائز على إنجازاتهم. فممكن إن هالشي يحفزه، وممكن إن أنا أدخله بسبورت جروب، إن جروب إن مجموعة من الناس كلهم فيهم هالمرض فهم يواسون بعض، يعطون مانجمنت أفضل. زين آخر شيء لترانز ثيرولوجيكال ستيج ترانز ستيج اوف تشينج، يعني ممكن ان هذه الحاله تستدعي لي فرضا لنقل الاكتئاب. زين فهذه الحاله تستدعي لي ان انا امر بعده مراحل، فانا لازم اعلمه هالشيء واقول له انت لازم على اساس تتعافى وما يكون ان انت تحت ضغط، خلاص انا راح اجي من هالمرحله بعدين اللي شفتك تحسنت راح امر بهالمرحله بعدين هالمرحلة وآخر شيء بس تجيني على أساس أن أشيك عليك بس فول أب. فأنا هنا راح أقيس مدى تحمله ومدى طولة بالي أنا أو طولة باله وياي. طيب شنو الاستراتيجيز اللي أنا استخدمها على أساس أسوي إنجاز في التدخل الغذائي؟ أول شيء motivational interviewing، أن أنا أوري المريض فيديوهات ملهمة ان اشخاص عندهم نفس حالته وشوف وين صاروا. سيلف مونتيرينج، ان انا راح احاب بدال ما انا اسوي تشيك اب زين راح اعلمه ان هو يصير يقدر هو يعتني بنفسه، بس اذا صارت حالته خطيرة حيل زين خلاص يجي المستشفى. طيب ثالث واحدة كوجنيتال ريستراكشنز اللي هو انا راح اعيد يعني راح أسوي فرمات حق الفكرة القديمة زين وراح أضيف الفكرة الجديدة، يعني هو فرض الفكرة القديمة أن أنا فرضا مو ناجح أنا بلا بلا بلا، الحين الفكرة الجديدة اللي أنا زرعتها فيه أن هو إنسان ناجح ويقدر يسوي أي شيء يبيه. طيب أخيرا وليس آخرا الكوردينيتس أوف كير يس أوف كير أوف كير بروسس، شلون انا راح انسق هالشيء، شلون راح انسق عمليه الرعايه. اول شيء عندي registered dietitians الاخصائيين الجدد راح يتعاملون مع عديد او واجد من شو اسمه من الخبراء الصحيين،
يعني انا لما تجيني مشكله غذائيه وكده انا اضطر ان انا اتعاون مع طبيب نفسي، مع طبيب عظام، مع طبيب باطنيه، مع طبيب مع اي طبيب عادي. طيب وإذا أنا على أساس أضمن إن أنا تكون في عندي انتقالات ناجحة بين الستيج الأول والستيج الثاني من أي خطة علاجية، لازم أسهل على المريض إنزين العملية الرعاية الصحية بالبيت. وفي أشياء واجد، يعني فرضا أنا أقدر أقول له إنك تقدر تاخذ هالجهاز وهالجهاز وهالجهاز، تفحص نفسك كل يوم، فأنت راح تكون في عندك سلف وانتيرينج. طيب ممكن إن أنا ممكن أنا أقول حق أشخاص آخرين من عائلته بحيث إنه هو لو صار فيه هالشيء سوي له هالشيء كذي. آخر شيء الأكتيفيتيز تبين on specific nutrition intervention، يعني النشاط الفيزيائي يتعلق لي ببدل يتعلق لي بمدى ان انا جالسة اسوي، يعني مدى صعوبة الشيء او مدى احتياجه. يعني فرضا الشخص يحتاج بس ان هو يمشي 30 دقيقة، بس شخص يحتاج ان هو يخسر فرضا ان هو يحتاج يخسر وزن كثير، فان انا انصح ان هو يزود حبتين، ما ابو يصير حيل شديد راح يسبب له تعب. فعلى حسب العلاج او التدخل اللي انا اسويه، على حسب نشاط الفيزياء اللي هو يحتاجه يعتمد لي على خطة علاجه باختصار. طيب آخر شيء يقول لي nutrition monitoring and evaluation، شلون أنا راح أسوي عناية بالمريض. في عندي أربعة طرق أو أربعة نطاقات أقدر أن أنا أسوي فيها monitoring. أول شيء food and nutrition related history data، يعني كل مرة يجي فرضا هو ممنوع بالبريد، إذا ممنوع إن هو يكثره، فأنا أروح أسأله كم مرة كنت بريت هالأسبوع، كم مرة كنت هالشي وهالشي وهالشي زي كذي. الأنثروبامتريكس اللي هو يتكلم أشوف فرضا إن هو أنا جالسة يا أبيها يا تزيد وزن يا تنقص وزن، فكل ما تجي راح أشوف الطول، الوزن، مستوى الدهون في الجسم، بلا 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 هالأشياء. عندي البايو كيميكال داتا والمولكل تيست والبروسيجر، يعني فرضا انا مسوية لمريض عملية، فانا ماشي قبلها على مولكل تيست، اختبارات فرضا اشعة شو اسمه اشعة، تحاليل الدم وهالاشياء. طيب اخر شيء نيوتريشن فوكست فيزيكال فايندينجز، نفس ما قلت من ساعة قلت على حسب التدخل، الحين على حسب التغذية. يعني فرضا هو تغذيته جيدة، فأنا راح أسمح لأن هو يسوي تمارين رياضية على حسب اللي يتحمله، بس شخص في عنده overweight فقدرة تحمله غير، فأنا راح أعطي physical activity حق هالشيء حق هالمريض غير عن هالمريض. and this is all for today.